نبدأ على طول عشان الوقت والحدث مهم. احنا هنعمل ايه بكرة؟ الا مجال الصناعة والصناع والمستثمرين بكرة هنعمل ايه؟ ان شاء الله بكرة بإذن الله 1 سبتمبر اطلاق المرحلة الاولى من منصة مصر الصناعية الرقمية. طبعا ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا عندنا توجيهات وتكليفات من فخامة الرئيس ان وزارة الصناعة لازم تشتغلوا على خطة شاملة للنهوض بالصناعة. نعم. الحقيقة توجيهات يمكن معالي الوزير الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل لازم بسرعة تحول رقمي لكل خدمات الوزارة. تسهيل على المستثمرين، استثمار للوقت. عظيم. جذب استثمارات. عظيم. دفع للصناعة الوطنية وإن أنا أحاول دلوقتي أزود من صادراتي. فبدأنا في منصة، المنصة دي صناعية رقمية. زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن إحنا مش محتاجين المستثمر يبقى في جينا من آخر الدنيا بالظبط، ولا يبقى في علاقة مباشرة مع المستثمر. التطور التكنولوجي اللي موجود لازم نستفيد منه، التحول الرقمي. فبالتالي بقت المنصة اللي بتقدم الخدمات للمستثمرين. فالنهاردة إن شاء الله بكرة، النهاردة بنعلن عن انطلاق بكرة المرحلة الأولى من المنصة الصناعية الرقمية، منصة مصر طبعا. وبيها وبدأ نبدأ أول مرة عندنا؟ أول مرة عندنا. أول مرة. أول مرة. أول مرة. نعم. فيها خدمات الوزارة كلها، وزارة الصناعة. كويس. وهنبدأ بيها بخدمات الهيئة كمرحلة أولى، جزء من خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية. نعم. لأن ده أول بداية للمستثمر من أول التعامل على الأرض من التخصيص وصولا لغاية لما نوصل لإصدار الرخصة والسجل الصناعي للمستثمر.